راح تدفع. موقع روكت ليج اكسشينج يوفر لك كل اغراض روكت ليج سواء على البلاي ستيشن، اكس بوكس، ستيم، ايبك جيمز، يوفر لك كل طرق الدفع. رابط الموقع في الديسكربشن والموقع معرب بالكامل. لا تنسون تستخدم كود خصم في اس ال. السلام عليكم، اليوم جبتكم مقطع جديد. اليوم جاب لكم مقطع روكت ليج جديد. قبل ما يبدا المقطع لا تنسون زر اللايك واشتركوا في القناه كنتم مشتركين، ولا تنسون الله يسعدكم كود الايتم شوف في اس ال. هالكود صفر العدد اللي فيه. كنا بادين كود من جديد، ها اللي ما حط الكود يروح يحطه، واللي حاطه يمسحه ويحطه من جديد، لان تصفر كذا فجاه سبحان الله عند اغلب اصحاب الاكواد. الله يعين. يعني موقع روكت ليج اكسشينج تحت في الوصف، اللي يبغى يشتري في رابط شراء، في رابط شرح شراء كيف تشتري الموقع، كلها في الديسكربشن. اليوم راح نجرب نلعب باغلى اغراض في اللعبه، فلعبت فيها عشان اشوف هل تفرق كذا بالنفسيه واللعب وزي كذا. راح تشوفون ايش صار ويمكن شفتوا ولا لقطه كيف جت. ان شاء الله يعجبكم المقطع وخليك مع المقطع. هذا شيء متحمس بارك. لا سلام، ما ابغى الاغراض النادره تخليني اسجل هدف. هذا اللي بيدل العالم على غرامه. شباب اذا حد يبغى يشتري اغراض نادره ترى روكت ليج اكسشينج كود بيسل يخصم. يبغى يفجر. لا دونت فول. الو سلام على فيك. له فيك ثاني. اوه اسحب عليك. اوه السلام عليك. هلا والله سلام. لا 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 اضرب عندك السلام عليكم شبابي. اغراض نادره شباب هي اللي تطير من نفسها. ابلع سلوم. تقدر انت تستطيع. كنت بعطيه وايب داش هنا بس انه لم تزبط. ضبطت بس ما عليك ضبطها بالاديت. ما عليك عارضك. الله مش طيب مش شو ابنائي. شوف يقطع ام الحاله. بناول شوف الحمار ايش سلام. تعال سلم عطى بابا. يسار يسار يسار. الله عليك. اي شوف شكله حقته بالله. شوفها شوف 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 يمين. ها اللهم لا تعمنا. اللهم صبرنا. اللهم اغراض نادره يا ابوي. اي شيك شوف شوف بلاش في الحركه يا جماعه. شوف الحركه وطيتهم. سلام عيب عليك. اطلع عليك. هذه تبيها اليمين. كود فيصل. كود فيصل شبابي. لا 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 ليس الكرم المالي. لا اوكي انا قشها من تحت بعيده. اوكي فيك ثاني. ازرف. ليش تزرف؟ الاغراض غالية. انا متعمد افيك. شو فينا سحبت عليها اغراض غالية شبابي. كمل. لا تزرف. ما في حيوة كيف. ما في. القم بص. بس يا جماعة. بس الله العظيم قهرتني. اقا انا 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 خلاص يا ابني خلاص. سلام سلوم. وش السيفات؟ اربع سيفات. بسم الله اعوذ بالله. قل ما شاء الله. سهل الله ما شاء الله. اسهل واحدة ما صديتها. اطلع اطلع. موجود إيه. كانك تبي قول صح؟ روح بس. كيف صديتها طال عمرك؟ والله ما عليك. ريس تايلر لمسة ثانية؟ ثالثة؟ رابعة؟ لا هذا كم في المسة؟ لمسة. طيب عندك. طيب تكفى يا روح.
والله دفيته قولك سلو الله عليك لا عرضه والله كان هدف مشترك يا اخي بس ايش ما ضبطت سلام تعال طيب البوس طيب يا ساتر شي والله ما والله مو قصدي انا اسف بلقوم يا شيخ اقطع ام الهدف الجامد شو شو توزين لا 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 يا رب انك تعميه عمى ما قد نعمل طعم الجيمينج طعم الجيمينج يا شيخ عندك هذا ببلك ثاني بس غراض غالي شبابي ركز لي ركز لي على اللي تاكي مسكين في الجول صدع ها ركز لي على الضعيف اوف سفريه لا لا ايش رايك بالفكره بالله؟ والله ما ادري ايش اللي صار بس المهم ان ناس ما اتوقع او ماي جاد سلام سلام عليكم طيب فجر بس ما ينفجر الله بس الله عليك ابو سلوم ابو سلوم يحاول ابو سلوم يقدر سلوم يقدر ليتس جو عليك طلع الله سوينا 1 في 1 يعني ما ايه لمسه ثانيه جاتك وقت ما تبي بس ما عليك خلي كمل عادي عادي الحياه حلوه هيك لا عادي خذ بوست انت روح والله اللخم ضيع ما يقدر يسوي شيء حلو سلوم عندك بس والله قريت بس بسم بالله اشوف اثنين واشوف غبره ما ادري مين اللي تفجر شوف هنا مالك قاعد ادور مين اللي تفجر مين تفجر بس كويس انك فجرت الاسود شكرا بس اغراض غالي يا شبابي الاغراض جاء الثاني ها يعني بس قولك نايس يوه هدف نايس وان وات غرض غالي شباب غرض غاليه تجي اوكي والله كسر ظهره اوكي فرقه ثانيه بدفه جولك بس 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 جولك نايس خلها بجاب تفيق الثاني ضعيف ما يقدر يسوي شيء يا رجال تفيق يحسبني بشوت بشوت قويه شوف الشوته سلومي الله عليك خلا لك يلا شكرا بس ايزي حلو حلو نايس صحيحة خاطئة خلا 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 خل خل في شكلك صحيح تبي فيك يا رجع ها ركس 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 تكفى تكفى الله عليك الله ياخذ شكلك يمين يمين يسار اندري والله العظيم لا صيدك لا صيدك يا سوما اقسم بالله يقهر خليه ولا زعما فيك فيك مالك من النقز البداية السلام عليكم ما في احد في الملعب ما في احد في الملعب طيك 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 الو رايح افجر سلك مقطع اليوم ان شاء الله مقطع جبكم يعطيكم العافيه على المشاهده وان شاء الله استمتعتوا بالمقطع المقطع جميل للامانه فتكسرون بالدعم قناه سما بالدسكربشن 100 الف لايك شباب عشان ادعي لكم إن شاء الله يعني السلام عليكم.